طريقة تقليدية في الطبخ الجزائري يطلق عليها اسم المردومة. يعتمد عليها هذا المطعم بمدينة قسنطينة بإضفاء لمسة عصرية. طهي مختلف اللحوم والخضر المتنوعة بهذه الطريقة المميزة يجعل الذائق للأطباق يسحر بلذة الطعم. كنا نديرو ريستوران تاع حوت، حنا خدمتنا الحوت، خدمتنا لي بواسون، ومن بعد نوينا نطورو درنا المردومة هذه كذا صلحناها خدمناها جات بيان، الناس كلات عجبتها، حنا وقاعدين نطورو نزيدو، عندنا الجدي الخروف الدجاج عندنا السمك فيها، عندنا كل خير. جا هنا الدنيا دايبة طيب ليا كل يقول تبارك الله. راك فاهمني وحدنا في قسنطينة، واحد ما دار الفكرة هذه، حنا جاتنا الفكرة هذه درناها في قسنطينة ويجيونا الناس بارتو. الوافدون على المطعم لاكتشاف ذوق المردومة يأتون من كل جهات الوطن لاكتشاف سر طعمها الشهي. جينا الحق أول مرة نشوف كيفاش يطيبوا المردومة هذه تحت الأرض ويطلعوها. نعتنا يا في الكتف يا في الكرومات يا في العجل الخروف خيرنا، وحنا في عائلتنا نحبوا الكتف، خيرنا كتف طري زكي مليح. راهي حاجة سبيسيال وعندها وقت تخرج فيه، ما تجي تخرج تلقى الناس داروا بالمردومة هذه باش يخرجوها من الأرض وفيها أنواع. هي موروث تقليدي جزائري تم توارثه أبا عن جد، يحاول أصحاب هذا المطعم الحفاظ عليه واستهواء الزبائن الذين أجمعوا على أن للمردومة ذوق لا يقاوم.